ناخذ البيض على طول الى الفقاسة. طبعا كل يوم يتبيض الدجاجة ناخذه مع بيض الفزن ننقله الى الفقاسة. هذا بيض الفزن وهذا بيض الدجاج البلدي. على طول هاي بيض عندنا ننقله الى الفقاسة. هاي بيض جديد نضع بيض الدجاج مع بيض الدجاج هنا مليانة. نحاول ندور لنا مكان فاضي نضعها هنا. والفزن فضل تضع له شبك مثل بيض السمان. هذا بيض السمان تضع الشبك تضعه بالطريقة هذه يعني بالراس. المفروض الراس يصير تحت أفضل وأحسن. الفقاسات هناك الذي يقلب البيض كما نشاهد يتحرك دائم لأنها أمر مهم أن البيض يتحرك. طبعا هذه أوتوماتيكي إذا ما قدرت تحركها طبعا وما عندك تقليب أوتوماتيكي مثل كذا تقلبها في يدينك 3 مرات يوميا. طبعا تعب. أفضل الناس يفضلون فقاسات اللي تقلب من حالها وبالها أوتوماتيكي. طبعا هذا هو يوضع البيض هنا كما نشاهد. لكن بيض السمانة لو نشاهده صغير جدا يعني أول ما نحطه هنا مع التقليب يسار يمين يسار يمين يسار ممكن يطيح لأن في فتحات كبيرة هنا يطيح ويسقط وهذه مشكلة. طيب وش الحل؟ الحل نضع نشتري شبك صغير بلاستيكي يباع عند محلات حبوب والمحلات التي تعتني بالطيور ثم نقوم في وضعه بهذا الشكل على تقليب الاوتوماتيكي. طبعا هذه أفضل وأحسن على أساس ما يتساقط بيض السمان. هذا الشكل تقريبا أيوة. بعدين نضع السمان في هذا الشبك بهذه الطريقة. طبعا يشيل عدد كبير هذا من البيض السمان. أرخص البيوض هو بيض السمان. طبعا يمكن الطابق 8 ريال ثم طارب 10 أو 7 ريال ممكن تاخذ. بعدين تاخذ فقاسة اللي تحمل 200 بيضة دجاج ممكن تاخذ عدد كبير من بيض السمان لأنه صغير الحجم. يعني لو قارنا مثلا بيضة الديك الرومي هذا الشكل تاخذ لها كذا مكان يعني 3 4 خلاص كفنا المنطقة دي. لا السمان بيض السمان يمكن ياخذ أكبر عدد وهذه ميزة السمان. حطه في هذا الشكل البيض على أساس ما يسقط. هذا اللي ما عنده مقلب حق السمان يستخدم هذه الطريقة وناجحة. فقس عندنا طبعا بعد 16 يوم تشيل البيض تحطه في تضعه في الحاوية هذه إذا اقترب موعد التفقيس لكي يفقس البيض بعد 16 يوم تقريبا. السمان بعضها يفقس 14 يوم 16 يوم 18 يوم يعني نادر ما يصل 20. هو من أسرع الطيور بمرحلة التفقيس أو الفقس. طبعا شو نشاهد هنا شاهد عندنا فرخة الآن فرخ الدجاج فاقس الآن. هذا منقارة يكسر البيضة. طبعا البيضة لابد أن تصير لينة على أساس يخرج منها الفرخ. في الأيام الأخيرة المفروض ترش البيض في المرش أو اللي فيها الرذاذ على أساس تلين القشرة. طبعا هذا بالأيام الأخيرة لا ترشه في الأيام
الأولى، وعلى أساس أيضا تزود الرطوبة، لكن كثرة الرطوبة الزائدة مرة مرة يمكن يختنق الجنين في الداخل داخل البيضة. الآن راح يكسرها صغير السمان هذا نشاهده ما قدر يكسر البيضة، كسر جزء بسيط منها ومات في الداخل لأن القشرة قاسية، أو ممكن تتوقف في القساد يا أما عطل كهربائي أو إلى آخره فيموت الجنين في المراحل الأخيرة. لازم أن تنتبه للكهرب، كهرب الفقاسة ودرجة رطوبتها وحرارتها مهمة جدا، إذا تهاونت فيها راح تصير النتيجة مثل كذا، يموت الجنين أو يفسد البيض. الفقاسات لابد وجود مقياس لدرجة الحرارة، هنا الحرارة أهم شيء لا تزود عن 37، وإن زادت لابد أن تكون الغرفة مكيفة أو درجة حرارتها 32 على أساس تضبط الحرارة معك، ولابد أن تكون الرطوبة، هنا الرطوبة أفضل شيء 60 و70 أو 75 أو 65 ما في مشكلة، بس أهم شيء موجودة الرطوبة. فقاسات كما نشاهد هنا، هذا فقاسة بعد مرور وقت، طبعا الدجاج السمان يختلف والدجاج الرومي يختلف، الدجاج الرومي لابد زيادة الرطوبة. الآن في المرحلة الأخيرة نشاهد الآن البيض، بيض الرومي وبيض السمان، ما شاء الله السمان هنا نشوف فقس أكثر كما نشاهد هنا، هذه السمان الآن، وقبل التفقيس تسمع أصوات، هذا دليل أنه الآن بدأ التفقيس. طبعا توجد لمبة أساس الإضاءة بالليل نولحها، لابد وجود ماء أساس يعطي الرطوبة درجة الحرارة، طبعا هذه المروحة شغالة الحين، لابد تنظيفها بعد تفقيس البيض، وضع حق طارد الصدى أفضل وأحسن أساس تدوم. طبعا نشوف الآن الظاهر أن بيض الدجاج فقس، نسحب هذا الشكل، هذا واحد من الصغار المفروض وضعينه تحت، هذا واحد من الصغار فقس الآن من الدجاج، هذا بيضته، نرجع هذا بالضبط نضعه في الأسفل يكون أحسن، لابد وضعهن بالحاضنة تحت في الأسفل، هذا دجاج آخر فقس أيضا، تضعه بالحاضنة مدة 24 ساعة، بعدين تشيله من الحاضنة توديه لغرفة أخرى. هذا الآن نشوف الصغير بدأ يخرج، حاول يكسر البيضة، البيضة هشة هنا نرشيناها، أيضا تحاول أنت تساعده بس تكون حذر أساس ما تؤذيه. طبعا صغير الحجم ترى يا جماعة، قارنا بيدي هذا فرق السمان، صغير الحجم مرة. المرحلة الثانية ننقل الصغار فراخ الدجاج كما نشاهد هنا، وأيضا فراخ صغار السمان، وهي نشيطة بعد ما جف ريشها الناعم أو الزغب الناعم، ونضع لهن الحب مطحون جدا الناعم في هذا الشكل أفضل وأحسن، وهنا أيضا الماء في هذا الشكل، ونضع كرتون، ونضع نشارة الخشب تباع سعرها 10 ريال والصغيرة 5 ريال كما نشاهد، هذه النشارة توضع في كرتون ثم يوضع الأكل بها، وتوضع لمبة وسلك لكي
تأكل هذه الصيصان 24 ساعة لكي تنمو بسرعة، وأيضا تعطيها التدفئة المناسبة. بعدها تركب اللمبة، ويفضل أن تبعد في مرحلة الصيف، مرحلة الشتاء تقرب أساس التدفئة. وهذا طبعا نشوف الأكل والماء، هذه الصغار. بدأت تأكل، توها ما بعد أصبحت نشيطة مرة، يعني ثاني يوم ثالث يوم نلقاها ما شاء الله حركتها أقوى وأحسن من هذا الشيء. يفضل أن يبعد الصغار عن بعض لأنها أكثرهن حشرا ويأتن في زوايا معينة فيموت أكثرهن. طبعا نشاهد الآن طائر السمان اللي كان أول صغار عندنا بعد ما كبرن، والآن أنتجن البيض. طبعا السمانة تتميز في سرعة الإخصاب وسرعة الإنتاج والبلوغ أيضا. هذه السمانة، شوفوا كمية البيض يا جماعة الأسفل، بيض كثير جدا، يعني يوميا تبيض. شوفوا لو نبي نجمع بس نشاهد كم بيضة. هذا اللي نشاهده دجاج وفرخ دجاج صغير مهجن بين البراهما وبين دجاج البلوش. البلوش اللي ريشها في الأعلى لها مثل القذلة أو مثل القصة أو التسريحة الغريبة. التهجين مناسب، يأخذ الأشياء الجميلة في كل الصنفين، يعني يأخذ أشياء الرائعة بالبراهما ويأخذ أشياء الرائعة في دجاج البلوش. هذا ميزة التهجين، لكن في عيب ألا وهو أنه يقتل أو يهدد السلالة الأصيلة بالانقراض. الريش في الأعلى، أعلى الرأس، في بعضهن نشوفه وهو صغير، هذا أخذ من البلوش الكثير، لكن في بعضهن الضخم أخذ من البراهما الحجم. هذا صغار الفزن بعد ما فقست لابد تعزلها كل واحد في مكان. ليش؟ على أساس بعضهن يضرب بعض وممكن يذبح بعض. ولا يركض أبد، وانتبه ترى يطير. هذا صغير الفزن، شايفين كيف؟ لأنه بري، طبيعته بري، لازم نسكر عليه جيدا. طبعا هذا آخر أيضا، هذا صغير الفزن، هذا ذكر، واضح شكله، بدأ الريش يطلع فيه، بدأ الذيل.